برعاية وزير الشباب وحضور عدد من الشخصيات من كافة المجالات والأطياف وأهل الصحافة والإعلام، تم الإعلان عن انطلاق مؤسسة جديدة تهتم بالعمل الشباب التطوعي بما يخدم المجتمع الأردني تحت عنوان مؤسسة نشمي، اللي أسسها سفير وممثل منظمة السلام الدولية الشاب علاء البشيتي. مبادرة نشمي هي مبادرة راقية، مبادرة مقدرة من كافة مؤسسات المجتمع وخاصة من أطياف الشباب، الشباب الباحثين عن المثل العليا، الشباب الذين يريدون أن يملأوا فراغ ويملأوا عقولهم بما هو يخدم ويفيد المجتمع، بما هو مهم، بما هو ضروري. مع الأسف في كثير من الفئات وفي كثير من المناطق في العالم أجمع، لا نقصد الأردن، هنالك عقول عبئت بأمور غير أخلاقية وغير إنسانية، تمجد العنف، تقتل إلى آخره. لكن في الأردن مع مبادرة نشمي نحن نملأ عقول الشباب، نملأ أوقات الشباب، خاصة أوقات الفراغ لدى الطلاب الجامعيين والطلاب ما تحت الجامعة يعني الثانوي، بما يفيد، بما يكرس المحبة، المحبة لله طبعا التي تجمعنا كلنا. مؤسسة نشمي للعمل التطوعي والشبابي هي مؤسسة جاءت ثمرة وحصيلة لمبادرات شبابية سابقة كان لها أثر كثير عظيم، أنا بعتبره في نزع بعض الظواهر السلبية وزرع بعض الظواهر الإيجابية في مجتمعنا الحبيب، وتنمية الحس التطوعي لدى شبابنا. ومن خلال مبادراتنا السابقة كل اللي كنا نلمسه أنه كانت مبادرات فردية شبابية، فكنا نوعا ما نكون قاصرين في بعض المجالات. فنظرا لذلك ارتئينا أنه يتم تأطير هذا العمل ويتم مؤسسة هذا العمل عشان يكون في عنا، يعني ما كنا نقدر نغطي مثلا كافة محافظات المملكة، الآن في عنا منسقين في كافة محافظات المملكة من الشمال إلى الجنوب. العمل المؤسسي بيظل عمل منتظم أكثر، عمل ذو استدامة أكثر، بالتالي لابد أنه كان علينا لزاما أنه ناخذ هاي الخطوة. تنظيم العملية التطوعية لفئة الشباب تحت أسس ومعايير محددة هي واحدة من أهم العناوين اللي بتحملها مؤسسة نشمي، بالإضافة لبناء شراكة بين المجتمع والشباب بأسلوب يتصف بالتناغم لتحقيق وانعكاس الأفكار الشبابية على أرض الواقع. موضوع التطوع دائما بحاجة لأنه إحنا نفهمه أكثر، لأنه المفهوم عم بتطور مع الزمن. علاء قدر يفهمنا الفرق ما بين التطوع وما بين التبرع، فهذا إشي كتير مهم. هي عملية دائمة ومستمرة، ومثل ما تفضلوا بالإيفنت هي لا تعنى فقط في دهن الأرصفة أو زيارة مركز العجزة، هو عمل مسستم مهم، وزي ما تفضل مندوب وزير الشباب إنه هو يوفر على الدولة 20% من المصروفات، لأنه لما بيكون ممنهج ومسستم فمعناته هو مدروس. علاء تميز بالعمل غير العشوائي، يعني عادة إحنا بنعمل شوي هون شوي هون، بس بالنسبة لعلاء سستمو عمله بشكل علمي، بحيث انه المشروع بياخذ مشروع كبير، مش يعني شغله تقليديه، وبيقدر انه يشتغل عليها لبين ما ينتهي منها تماما. اهداف متعدده وضعتها نشمي لتكون حلقه وصل بين اصحاب القرار والمجتمع لتحقيق واحده من الاهداف الساميه في اي مجتمع حضاري، وهو العمل التطوعي، بالاضافه لتفعيل دور الشباب في مجتمعاتهم. احمد الكيلاني، رؤيا.